اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم معايا اللعبه تجنن، شكلها فظيع، اسمها ماشا والدبه. يا ترى مين ماشا دي؟ تعالوا نفتحها بقى مع بعض ونتفرج عليها ونشوف ايه ماشا دي. شكلها بنوته لذيذه جدا تبع كرتون او حاجه، ومعها بقى كل اصدقائها الحيوانات. الله شكلهم يجنن. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها. اللعبه دي صراحه الاطفال فوق سن 3 سنين، عشان لو طفل اصغر من كده ممكن ان هو يحط ده في بقه ويبلعها فخطر عليه. فهنفتح بقى اللعبه، بص مكتوب عليها ماشا والدبه، ونشوف بقى الجمال والحلاوه بتاعتها. اوكي نطلع بقى الكرتونه كده ونشوف بقى هل ماشا اللي عامله الجو دي تستاهل ولا لا. اهي بصوا فتحنا بقى الكرتونه كده. ايه ده فيها حيوانات كتير جدا، معاها بينجون ومعاها كلب ومعاها سنجاب ومعاها خنزير ومعاها حاجات تانية شكلها غريب جدا. هنلف بقى اللعبة كده عشان نعرف ان احنا هنطلع ماشا الاول البنوتة دي، وهنفتح بقى الجزء اللي تحت كده كمان. الله فتحنا بقى الجزئين. اوبا بص الجمال والحلاوه. ايه ده ايه ده، ولابسالي كمان ايه منديل بويه على راسها. لا 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 حابه تعمل جو خالص، وكم وبتاع، شكلها جايه من عيله محافظه. هنحطها بقى كده هنا. اوكي وبعدين هنكمل بقيه الايه اللي هنفتح بقيه اللعب. ايه ده ده في حيوانات شكلها كتير جدا، وفي سوليتاب ورا. هضطر بقى اجيب مقص عشان خاطر افتحه، لان السوليتاب لازق. اوكي بعد بقى ما جبت المقص وفتحته اهو، نفتح بقى بقية الحاجات دي ونطلع العلبة كده. الله شفت كمية حيوانات كتير ازاي. بصراحة في شكلهم حيوانات تانية شكلها غريب كده، هنتفرج عليهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بص عاملين ازاي. معانا هنا بقى الخنزير ومعانا بقية الحيوانات. واو لا الصراحه جامدين جدا جدا جدا. اهو الخنزير اهو شكله فعلا مسخره. ومعانا هنا بصوا الدبدوب ده كلب، وده السنجاب، وهنا ديت معزه شكلها بتضحك قوي. ومعانا هنا بينجوين بطريق شكله جامد جدا، شبه الولد بينجوين بتاع مدغشقر، انا بحبه قوي. وهنا بقى معانا برضو كلب. الصراحه اصحابها كلهم شكلهم لذيذ جدا، يا ترى ايه قصتهم وايه حكايتهم؟ ممكن لما تتابعوني في قناه العاب الاطفال اجيبها لكم في حلقه تانية. النهارده بس احنا بنفتح اللعبه. الصراحة شكلها لعبة مختلفة خالص وجديدة جدا. قوليلي بقى تحبي في الكومنتات ايه في اللعبة الغريبة اوي 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 دي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وتابعوني بقى قناة العاب الاطفال عشان اجيب لكم لعب تانية كتير. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.